نعم، في الحقيقة يعني الموضوع لا يخلو من الطرفة، لأنهم عندما يعني يولد الطفل يتخيلوا أو يتصوروا أن بميلاده يمثل عاما كاملا، لأنهم كانوا يحتسبون فترة الحمل، يعني فترة تكوين الجنين في بطن أمه يعتبرونها جزء من حياته. فعندما يولد لا يكون عمره صفر مثل بقية دول العالم، ولكن يكون عمره تقريبا عام. تماما، واليوم تم تغيير هذا القرار لتصبح الأمور كما هي في العديد من البلدان الأخرى. ما هي الدوافع وراء مثل هذا القرار برأيك؟ نعم، هو أولا طبعا يعني التماهي مع ما يحدث في العالم حتى لا تكون كوريا الجنوبية مختلفة، وهذا طبعا يعني يؤثر على الملفات الطبية والملفات العملية للأشخاص، لأنه يعني طبعا تعلمين أن النظام القديم كان يعطيه سنة عند الولادة ثم يزداد عاما آخر عند بداية العام الجديد، فيمكن لشخص عمره مثلا شهر واحد أن يكون عمره عامين، لأنه ولد وهو عام والعام الجديد يكون عامين. في الحقيقة هذا مؤشر جيد للمجتمع يعاني من الشيخوخة، لأنه يضيف عاما أو عامين لأعمار الأشخاص، فيتقاعد ربما في سن أكبر، في سن أكبر سنة أو سنتين، وهذا يضيف إلى قوة العمل في كوريا الجنوبية التي تعاني من التعمر أو التهرم أو قلة الشباب. يعني يأتي ذلك برأيك دكتور أيمن ضمن يعني حزمة ربما من الإجراءات التي تقوم بها كوريا الجنوبية من أجل مواجهة شيخوخة السكان اليوم، وقد تبدو سنة واحدة قليلة ولكن ربما تأثيرها الاقتصادي كبير. يعني لست متأكدا أنها ضمن هذه الحزمة، ولكنها تصب في هذا الاتجاه وتصب في صالح الاقتصاد الكوري، وتصب في توفير عمالة لوقت أطول بدلا من يعني الشكوى من نقص العمالة. تماما دكتور، اليوم في أيضا كثير من الجدل المتعلق بالعمر الحقيقي للشخص والعمر البيولوجي. هل تعتقد ربما أنه مع المشاكل الديموغرافية إذا جاز التعبير التي تعاني منها البلدان تحديدا شيخوخة نعم. السكان سيتم اللجوء إلى مثل نعم. هذه الإجراءات اليوم من أجل زيادة إنتاجية الأشخاص ومواجهة المشكلات الديموغرافية الاقتصادية؟ أتصور ذلك، لأنه في العديد من البلدان وكما شاهدنا في حتى في فرنسا يتم تمديد وقت الخروج على للتقاعد، يعني حدث هذا في فرنسا، وأتصور أن كوريا بهذه الخطوة مددت سن التقاعد بشكل غير مباشر وأضافت سنة أو سنتين إلى العملية الإنتاجية، خصوصا أن سن التقاعد في كوريا الجنوبية في الحقيقة هو منخفض 60 عاما وليس 65 عاما كما في عديد من البلدان. تماما، ربما هذا تكون مقدمة لإجراءات أخرى. على كل حال، ربع الدول الآسيوية اليوم تعتمد نظاما شبيه بكوريا الجنوبية. هل تعتقد أنه ربما قد تلجأ إلى حظو كوريا الجنوبية في هذا السياق ونرى أيضا سياسات مماثلة فيها؟ هذا متوقع، وهذا في الحقيقة يعني يتناسب مع تعليمات وتوصيات شعبة السكان في الأمم المتحدة لاتخاذ العمر بطريقة حساب العمر المعتادة التي تحسب في معظم الدول، وهذا ربما الخروج عن على النص بالنسبة لبعض الدول في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، ربما نرى تعديلا في المستقبل للاندماج الكامل في المجتمع الدولي.